بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادية، السلام عليكم واهلا بكم. درسكم لهذا اليوم صفحة 21 مجددا. وطبعا قلت لك في درس سابق هذه الصفحة تحتوي على ترجمة بالاضافة الى موضوع قواعدي اللي هو الكوزاتيف فيربس، الافعال السببية. وبذاك الدرس اشرحت لك الحالة الاولى اذا احتوت الجملة على ask to، تعتبر الحالة الأولى الحالة البسيطة. إن شاء الله اليوم درسك راح أشرح لك أيضا causative verbs، لكن من هو يا حالة الحالة الثانية. لكن نصيحتي عزيز الطالب، أنت لازم تشوف الحالة الأولى وتضبطها وبعدين تجي المل للحالة الثانية، لأن أغلب المعلومات ممكن تكون مختلفة وممكن تكون متشابهة. أول شغلة لو تلاحظ نفس العنوان أيضا causative verbs، لو تلاحظ الأفعال السببية، وأيضا هن ثلاثة الهاد والقات والميد. ورح تعرف من خلال ذاك الدرس الهاد اجت من الهاذ، والقات اجت من الجيت، والميد اجت من الميك. لكن ذاك الدرس كان الحالة الأولى، اليوم رح تأخذ الحالة الثانية. الحالة الأولى كانت تحتوي على ask to، الحالة الثانية إذا لم تحتوي، يعني تجي جملة السؤال ما أشوف بها ask to، معناها يا حالة الحالة الثانية. الحالة الأولى تحتوي على ask to، أما الحالة الثانية اللي هو درسك لهذا اليوم إذا ما بيها، وراح نشوف عدة أمثلة عزيز الطالب. زين، جملة ما بيها ask to معناها حالة ثانية، ويجب تطبيق القاعدة التالية واستخدام الفعلين الهاف والجت فقط. إذا الميد ما تستخدمه إلا بالحالة الثالثة، ومن أشرحها إن شاء الله رح تعرف استخدامات الميك أو الميد. بعد خليها ببالك، بالسؤال يعطيك هاف تحولها المن إلى هاد، يعطيك جت تحولها المن إلى جات. زين، يجي هنا يقول لك يجب تطبيق القاعدة التالية، وينها هذه؟ أول بداية الطلبة. شوف القاعدة أو الحالة الأولى سميناها البسيطة، ما بيها شيء، سهلة تجي تلقط مالاتك من الجملة وتسويها حسب القاعدة. لكن الحالة الثانية اسمها طلبتك يا الفاعل، المشكلة وين؟ بالفاعل. إذا دبرت الفاعل الباقي كله سهل. ليش؟ لأن الفاعل بيه مشكلة. إذن الحالة الثانية اسمها طلبتك يا الفاعل، إيش اسمها؟ طلبتك يا الفاعل، الفاعل بيه مشكلة، إذا دبرناه انحلت. زين أستاذ شلون بيه مشكلة؟ انتظرني بس ثبتها ببالك إنه الحالة الثانية هي طلبتك يا الفاعل، مشكلة الفاعل. بعدها نجي للهاد والقط، إنه هو يعطينيان بالسؤال، يعطيني هذا قل له هاد، يعطيني قط قل واضح بسيط وحلو. بعدها المفعول به بعد الفعل الرئيسي، والفعل الرئيسي لازم يكون بالتصريف الثالث. وشوفها متشابهة، شنو هاي متشابهة؟ يلا متشابهة، تشبه يا حالة تشبه، يعني نفس قاعدة الأولى، نفس القاعدة عزيزتي، وحتى خليتها رقم واحد، واضح نفس حالة القاعد، نفس القاعدة بالضبط. لكن طلبتك يا الفاعل، وين لقى الفاعل؟ ولو تلاحظ جملة السؤال وياي هنا يقول somebody، شخص ما، painted her room، صبغ غرفتها. ولو تلاحظ عزيز الطالب هنا ما عندك ask to، ما عندك شنو ask to، إذن هاي حالة الحالة الثانية، طلبتك يا الفاعل. هنا هذا الفاعل ما يصير نستخدمه، هذا يحذف. زين استاذ منين نجيب الفاعل؟ انتظرني. شي يقول لك بالامتحان؟ يقول لك rewrite، أعد كتابة the sentence، الجملة using، باستخدام the correct form، الشكل الصحيح of get لget or make. طبعا عزيز الطالب هنا هاي الحالة نشتغل على اليمن على الجيت والهاف فقط، ما نشتغل على الميك، فتخليها ببالك. زين استاذ شو وقت نشتغل على الميك؟ بالحالة الثالثة. وانا اقول لك عزيزي الطالب راح نجي المن الى طريقة الحل، اريد نشوف طلبة الفاعل، اذا حذفنا هذا منين نجيب الفاعل؟ ركز وياي، يقول فاعل جملة السؤال يحذف، وانا فاعل جملة السؤال هذا
يا اطلقتك يا الفاعل، هذا انحذف. اي عم، وتالي ونشتق فاعل، ها احنا راح نشتق فاعل مين؟ من المفعول به. وين المفعول به؟ هذا، هذا المفعول به راح تشوفن كلهن بدايتهن صفة تملك اللي هي possessive adjective. زين استاذ شلون نشتق ابوي؟ الهير عليه من الدل، الدل على الشي. اذا الهير رحنا نشتق من عندها من هو؟ شي. ولاحظ باختصار شديد، هير راح نحولها للفاعل، نشتق من عندها فاعل شي يصير شي. زين استاذ واذا شفنا غير الهير؟ مثلا اذا شفت ماي رحت تشتق من عندها هنا، مثلا ماي روم رحت تشتق اي. اذا شفت ذير رحت تشتق ذيم. زين هن ايش قد عددهن؟ هن سبعة، لكن انا جبت لك اهم ثلاثة، وانت لازم تعرف انه هذا ضمير فاعل، هذا ضمير فاعل، وهذا صفة تملك. وبعد عزيز الطالب لازم تعرفهن وحافظهن. ليش؟ لان انت اخذتهن بالثالث المتوسط، واذا ما ماخذهن لازم تعرف صفات التملك سبعة عزيز الطالب، بالاضافة الى ضمائر الفاعل سبعة. عزيز حتى ما ادوخك، احنا لازم نشتق فاعل من المفعول به. اذا شفت هير الفاعل مالتك شي، اذا شفت ماي الفاعل مالتك اي، اذا شفت ذير الفاعل ذي. هذني ثلاثة مهمات لكن عدد سبعة، لكن التمارين اللي موجودة بكتابك بس هذني. زين استاذ خلني نقول قال his room غرفته. زين اذا غرفته يعني هو، يعني رح تشتق هي باختصار شديد، يعني خاف خارج الصندوق يجيب لك خارج هذني. his he يعني إنه سبعة، احفظهن. وأهم شيء هذني الثلاثة. راح نجي فاعل جملة السؤال يحذف، إذا somebody يحذف، وأنا اشتق فاعل من المفعول به. وين المفعول به؟ هالروم راح نشتق شيء. إذا إحنا من راح نكتب إيش نكتب؟ شيء خلاص، والباقي كله سهل. زين استاذ شلون سهل؟ لاحظ ياي يعني. بعدها استخدام صيغة الماضي، انطيني get اسويها got، منطيني have اسويها had باختصار شديد، يعني نفس الحالة اللي قبلها. بعدها اريد مفعول به، موقع المفعول به بعد الفعل الرئيسي. وين الفعل الرئيسي؟ هذا painted. وين المفعول به؟ هذا اللي بعده. شوف هذا بعد مباشرة بعد الفعل الرئيسي أنزله. بعد عندي الفعل الرئيسي يجب تحويله للتصريف الثالث، ولو تلاحظ هو بإيدي، إذا بالتصريف الثالث أيضا شبقه بإيدي. زين استاذ وإذا شاف؟ إيه لازم تحوله شاف، فتخليها ببالك. بعد نجي لمن؟ الباقي يحذف ما عدا التكملة، كل شيء بسيط بس الفاعل بيه شوية فكرة وسهل. her she my I they there they باختصار شديد. النوبة نجي شنو الحل؟ أبوي هذا الحل. الشي منين جبتها؟ من الهر اشتقيتها. بعدها got منين جبتها؟ ومنطيني get فصارت got. بعدها her منين جبتها؟ بعد الفعل الرئيسي، موقع المفعول به بعد الفعل الرئيسي، هذه وين her. بعدها painted هو الفعل الرئيسي لكن بالتصريف الثالث لازم. زين استاذ هنا نزلت على حالته اي، لان هذا الفعل قياسي، اذا قبل بالتصريف الثاني بالماضي ايدي، بالتصريف الثالث ايضا يقبل ايدي، وهذا على حاله. راح اخذ لك مثال ثاني عزيزي الطالب. يقول somebody شخص ما stole سرق my television التلفاز. شفت ask to؟ لا، اذا هاي حاله، هاي الحاله الثانيه، هيا حالة الحالة الثانية أم اللي اسمها طلبتك يا الفاعل، اللي فاعل جملة السؤال يحذف، ونشتق فاعل منين؟ مفعول به. شو يقول لك؟ يقول لك rewrite أعد كتابة the sentence الجملة using باستخدام the correct form الشكل الصحيح of have or make. طبعا هاي الحالة الثانية تشتغل فقط على ال have وال get فقط، إذا make ما يصير مع تحويل ال have المن إلى had. نجانيك واحد واحد. أول شيء حسب القاعدة لازم عندي فاعل، الفاعل مع الجملة يحذف، أروح للمفعول به. عندي my، هاي صفة تملك، من أريد أحولها إلى فاعل شو يصير؟ I. إذا أنا راح أكتب هنا I. بعدها إيش أريد؟ أريد يا أما had يا أما got. إيش منطيني؟ منطيني have، أحوله إلى had. جيد. بعدها اريد مفعول به، وين فعل رئيسي؟ هذا من بعد الفعل الرئيسي لازم ايش اكو بعده؟ مفعول به. اجيبه ترى كلمتين my television وانزله. بعدها الفعل الرئيسي هذا احوله للتصريف الثالث، راح يصير stolen. هذا جوابك باختصار شديد.
هذا الآي اشتقيته من الماي. هاي الهاد هو من طيني هاف حولته للماضي صار هاد. أوكي هاف حولته صار هاد. بعدها ماي تلفزيون هي المفعول به بعد الفعل الرئيسي ماي تلفزيون. هذا كلمتين تنزلت تبي مو تنزل بس ماي وتغلس على البقية، لا لازم ماي تلفزيون. بعد النوبة نجي المين نجريد فعل بالتصريف الثالث ستول، هذا ترى بالتصريف الثاني بالماضي، فصار صار ستولين. هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى حلها، احسب لي ياهن، واحد فاعل، اثنين هاد أوقات، ثلاثة مفعول به، أربعة فعل بالتصريف الثالث حسب القاعدة. النوبة نجي أنياك المن، نجي لفكرة أخرى، هنا شوية أريد من عندك تركيز، هاي النقطة عزيز الطالب شوية تريد تركيز، على من تركيز؟ انتبه، يقول a photographer، photographer المصور، took a picture، أخذ صورة، التقط صورة of the witness للشاهد، وقايل لك use have. هنا ايش أريد من عندك تنتبه لي وتركز لي، أكو ملاحظة مهمة جدا جدا، إذا احتوت الجملة على of لكن ما بيها because، بيها because؟ لا ما بيها. تعرف because شنو شغلها؟ إذا شفت because معناها حالة ثالثة. هنا عندك because؟ لا عندي بس of. إذا احتوت الجملة على of، ترى هاي مهمة خليها ببالك، وعندي بس هاي الجملة شاذة، أنا أقدر أكتبها قاعدة فوق، بس لأن واحدة قلت من أشرح لي هي ينتبه لها. إذا احتوت الجملة على of يكون الفاعل هو الكلمة اللي بعدها أو العبارة اللي بعدها، فهذه the witness. أنا ليش شوف بداية الدرس قلت لكم الحالة الثانية طلبتك يا الفاعل، أول شغلة اشتقينا الفاعل منين؟ من المفعول به. هسه رجعنا مرة أخرى، هذا المفعول به ما به صفة تملك، فاعتمدنا على اليمن على بعد الأوف، إيش جبنا؟ راح نجيبه هو هذا الفاعل، فأنت خليها ببالك، بس انتبه مو بيكوز، كون ما عندك بيكوز، لأن عندك بيكوز هاي الحالة الثالثة لازم تشتغل لي على اليمن على الميد وشغلها يختلف، فهنا ما عندك بيكوز، عندك بس احفظها هي بس هاي الجملة، بس هاي الجملة بيها of وعندي the witness اللي هو الشاهد، فراح نجيب the witness راح يكون هو هذا الفاعل. جيد، بعدها ايش منطيني؟ منطيني هاف راح يصير هاد، يعني شوف بس الفاعل تخلص منه البقية كل شيء سهل، هذا صار هاد. نوبة نجي مفعول به ايضا، المفعول به هنا a picture، تقدر تنزل a picture صح، وتقدر تقول his picture صح، وتقدر تقول her picture صح، فخليها ببالك ذن ثلاثة صح. اوكي فانا راح انزل لك his picture ايضا جواب صح، لاحظ هذا his picture، وتقدر تقول a picture صح، وتقدر تقول her picture صح. زين استاذ ايش معنى تصير his وايش معنى تصير her وايش معنى تصير a؟ الhis والher لان هذا الويتنس ما نعرف مذكر مؤنث شاهد، يجوز شاهد يجوز هي شاهدت عيان يجوز شاهد، فنقدر ننزل his صح ونقدر ننزل her صح، وتقدر اقول تقول a picture صح. بعدها ايش اريد؟ اريد فعل بالتصريف الثالث، took صارت صارت taken، هذا التصريف الثالث مال الفعل. نجي نطبق القاعدة، أول شيء المفعول به شفناه بعد of، هاي ملاحظة خاصة، بعدها had لأن انطاني have، بعدها هذه تقدر تقول a picture صح، وتقدر تقول her picture صح، وتقدر تقول his picture صح، خليها ببالك، وبعدها took لازم تصير taken بالتصريف الثالث. لكن انتبه مرة شو مسوي بالوزاري؟ إيش كاتب؟ مكان مع the witness كاتب the lady، شنو lady؟ السيدة، the woman الأمرأة، the man الرجل. النوب لا تنتبه، إذا lady لازم her picture، إذا man لازم his picture، ليش؟ إن ال her تدل على المؤنثة وال his تدل على اليمن على المذكر، فانتبه شوف هاي المشكلة انتبه لها، إذا قال لك the lady السيدة لازم her picture، وأنا أقدر أخلص لك إياها ترى، تقدر تكتب a picture وتغلس، بس أني للمعلومات عامة، خاف تروح بغير مكان تشوف حالها his picture، حالها her picture، حالها a picture، حتى أني أكون ملم بكل المعلومات، واضح؟ هاي النقطة خاصة وتنتبه لها. نروح بعد مثال ثالث، somebody شخص ما stole the television، شخص ما سرق تلفازهم، لاحظ؟ إيش قايل؟ قايل they، مين جابها they؟ اشتقاها من الذر، بعدين had their television هاي المفعول به، وبعدين قايل لك يلا اختار لي steal لو stolen، منو بالتصريف الثالث steal لو stolen؟ stolen جوابك،
خليها ببالك جاية مرة مرتين ثلاث مرات بهاي الطريقة. أنا أبدأ أقول لك ممكن يجي اختيارات وممكن يقول لك عيد كتابتها. وانتبه إيش ليش أخذنا التصريف ثالث؟ لأن أكو هاد، أكو علاقة بين الهاد والقط والفعل بمن بالتصريف الثالث. نأخذ لك مثال آخر. My father Abby had made his computer stolen، يعني سرقة الحاسوب مالته. نجي أنياك عزيز الطالب، stolen يا تصريف، تصريف ثالث. من اللي يريد بالتصريف الثالث؟ الهاد لو الميد لا استاذ، الهاد الميد تريد فعل مجرد، وهاي بالحالة الثالثة اشرح لك اياها. اذا جوابك شي يكون هاد. هذا عزيز الطالب بالنسبة الى شرحها او تفصيلها. ايش بقت عندي؟ بقت عندي فقط دقيقة واحدة اسوي لك مراجعة سريعة للحالة الثانية. طبعا عزيز الطالب الحالة الثانية اذا لم تحتوي الجملة على ask to، شوف هنا ما بيها ask to، هذا واحد. والشغلة الثانية اسمها الحالة الثانية يا طلابتك يا الفاعل، يعني المشكلة وين راح تروح؟ راح تصير بالفاعل. والشغلة الثالثة لازم تستخدم لي يا أما هاف يا أما جيت مع تحويل للماضي هاد أو جات بالحالة الثانية. نوبة نجي الفاعل منين تجيبه؟ تجيبه بطريقتين، يا أما تشتقه يا أما تلقاه بعد كلمة of باختصار شديد. شلون تشتقه؟ إذا شفت her تشتق شيء، إذا شفت ماي تشتق آي، وإذا شفت ذر لازم تشتق ذي، والباقي سهل. الهاد والقات هو ينطيك إياه، والمفعول به بعد الفعل، بعد الفعل الرئيسي هذا المفعول به يكون كلمتين وغير عاقل، والفعل الرئيسي لازم تحوله للتصريف الثالث وخلاص وانتهى وسلامتكم والله يحفظكم. وإن شاء الله الدرس الجاي أشرح لكم الحالة الثالثة. لحد لهنا قد انتهى درسي، انتظرون في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.